السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج میرے ساتھ شارجہ مسجد کے امام مؤذن الشیخ عبداللہ مدنی موجود ہیں. السلام علیکم. اور یہ خصوصی دعا اور پیار فرماتے ہیں صدائے خیر کے لیے. یس سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه القناة المباركة أسأل الله يبارك لها في هذا الرجل الطيب، يعني يسعى من مكان لمكان كل يعني كل لحظة وكل يوم، تقريبا كل يوم صلاة الفجر حتى يعني بتطلع لكم ببرنامج جميل ومساجد جميلة من إمام الشارقي سواء على مستوى الدولة. اللهم اجعله هذا القناة مباركة للجميع بإذن الله تعالى ويستفيدوا منها، وجزاكم الله خير وشكرا لكم وإن شاء الله حياة سعيدة. شكرا لكم. مشكور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے صدائے خیر کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور انشاءاللہ دوستو اسی طرح خوبصورت مساجد آتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.